يا صباح الإشراق والصحة والسلامة والخير وكل الأمنيات الحلوة لكل مشاهدي الستات على النهار. 4 يناير إحنا لسه في بدايات العام الجديد ولسه بنعيش في مشاعر البداية، والبدايات دايما رائعة، يا رب تكون رائعة عليكم جميعا. الحقيقة استوقفنا مجموعة من الكاتبات الرائعات كاتبين كلام رائع جدا ومهم جدا عن ماذا تعلمت في عام مضى. الكاتبة نور عبد المجيد كاتبة روائية عربية مصرية شهيرة بتقول إنها تعلمت أن كثيرا من الحب لا يدير أبدا، فقط إن كان لمن يستحق، لمن يستحق. تعلمت أن الحب إن كان لمن لا يفهم معناه ولا يفهم قدره يتناقص من شأنك ويأكل من قدرك. تعلمت أن هناك أناسا إن منحتهم أوسعوك طمعا وقسوة. ده بيحصل كتير جدا للأسف الشديد، طمع والقسوة والاستغلال، استغلال العطاء. طالما أنت تعطي فأنت ده حق مكتسب، فالناس تستغلك بشكل مدهش الحقيقة، بيبقوا يعني مبدعين في الاستغلال. هي بتكمل وبتقول تعلمت أنه سيبقى هناك دوما آخرين حتى أنت بسمت في الوجوه بيحملوا لك جميل وبيشوفوا في تبسمك صنيعا يشعلون من أجل الروح والقلب ويشعلون الروح والقلوب على دربك شموعا. تعلمت أن لا خير في عمر لا حب فيه أو ألم. أكيد مفيش حد ينفع يعيش بدون الحاجتين، دايما هناك حب وهناك ألم، دايما هناك سعادة وهناك شقاء. الألم وحده يعلمك كيف تحب بجنون وكيف تمنح بزهد، ودي حاجة رائعة جدا يبقى عند الإنسان زهد وإصرار، وكيف تصلي في كل وقت وأوان. نحن بالحب والعطاء والصلاة فقط نكون، دول التلات أعمدة الرئيسية فعلا. تعلمت أن صديق واحد وإن عن الأرض رحل ذكراه تغني عن عشرات الأصدقاء. علمني علم أن الانتظار جريمة كبيرة يجب أن أتوقف عن ممارستها. إحنا بنعيش للأسف أوقات كتير في انتظار وفي ترقب، وبنأجل طول الوقت الأمنيات والأحلام. أحيانا التأجيل والانتظار بيكون من التجارب الصعبة جدا والقاسية جدا. علمني العام وكل الأعوام أكيد بتعلمنا وكل يوم بيعلمنا إن اللي بيكذب مرة كاذب، ومن يقسو مرة قاسي، ومن يخن مرة خائن وسيخون ألف مرة. علمني أن أمتنع عن منح الفرص. أحيانا منح الفرص بيكون في غير محله، وانتظار التغيير أحيانا بيكون في غير محله. لا أحد أبدا يتغير، حتى إحنا ما بنتغيرش. ممكن بيبقى عندنا مرونة، ممكن بيبقى عندنا شيء من الاستعداد للتأقلم وللتكيف، لكن فكرة التغير دي تبقى صعبة إلا في ناس عندها من الوعي ومن المقدرة والإصرار حاجات كتيرة جدا، مهارات كتيرة جدا عشان يبتدي يعي إن مهم جدا إن أنا أتغير في الجزء ده. سأتعلم أن أكتب أكثر وأحب أكثر وأصد أكثر وأقترب أكثر وأبتعد أكثر وأكثر. لعل لي في الكثير من كل شيء قليلا من الحياة. قليلا من الحياة فعلا يكفي، المهم جودة هذا القليل. لا حزن على رحيل عام، بل أمل كبير في عام آت يا رب علينا جميعا. عام 2023 إن شاء الله يبقى عام رائع. دعواتي لكم ولي كلمات بقى لرولا خرصة. رولا خرصة خرصة شخصية يعني رائعة، يعني رائعة ده وصف قليل عليها. وهي بتقول كده بتلقائية، الصحة الصحة الصحة، مفيش أهم منها صدقوني. صدقت يا رولا، الصحة وإن خانتك هي دي الخيانة الكبيرة، هي دي الخيانة العظمى، هي دي الخيانة اللي ما فيهاش أي شيء. فعشان كده لازم
نحافظ على صحتنا، أكل صحي، طريقة صحية في الحياة، نحاول ونجتهد ونكافح. بتقول كمان لما حد بتحبه بيعيا بنبقى حاسين إن الدنيا سودة قدام عينينا. ده حقيقي أصعب لحظة إن حد بتحبه أو حد قريب منك يتعب، ده صعب جدا. ربنا يكفينا شر المرض وشر الألم يا رب، اكتب لنا جميعا السلام. بتقول أنا بدعي ربنا يقربنا منه أكتر وأكتر. بصوا الصيغة الحلوة، مش إن إحنا نقرب منه، هو قادر يقربنا منه أكتر وأكتر. أما بنبقى قريبين من ربنا ما بنتحوكش البشر، ربنا ما يحوكوش أبدا لبشر. بدعي ليا وليكم بناس حنينة تملى حياتنا، مفيش زي الحنية. فعلا الشخص الحنين أحلى حاجة في الدنيا، والحنية من أحلى الأرزاق في الدنيا. بدعي إن ما نفقدش قدرتنا على الاستمتاع بالأشياء وبالأمور. لما بنفقد الشغف والمتعة ده شيء قاسي جدا، كأنه الموت يعني. هي بتقول إن التفاصيل نشوف منظر حلو ونقول الله، ما نفقدش قدرتنا على الابتسامة أو الانبساط وإحنا بنسمع أغنية حلوة. وأنا بضيف لك يا رولا، ما نفقدش قدرتنا على الدهشة. الدهشة يعني إن إحنا عندنا لسه روح طفولية، وأحلى حاجة إن إحنا نحتفل ونحتمي بالروح الطفولية اللي جوانا ونحافظ عليها. هي بتقول كمان يا رب يملأ قلوبنا رحمة على البشر وعلى الحيوانات. ده حقيقي، لأن الحيوانات تروح تمشي على الأرض، ونحس بالحزين ونساند المريض ونفرح الناس ونفرح للناس الفرحانة، ونقف ونجبر خاطر الناس اللي مأزومة. يا رب إن شاء الله، ويا رب نعرف نعيش صح، ما نضيعش وقتنا شايلين الهم لغاية ما العمر يجري. العمر فعلا بيجري، الأيام سريعة قوي والعمر سريع قوي، والندم لا يفيد يعني، ضاع خلاص يعني، هنعمل إيه؟ ربنا يبعد عننا أي حد مش بيحبنا بجد يا رب. إن في ناس بتضحك في وشك وتحسسك إنها الأقرب ليك، وهي العدو الحقيقي ليك. ربنا يدينا على قد نيتنا يا رب، وعلى نيتكم ترزقون دايما، ويعوضنا خير عن كل محبة وزعناها، لأن ده فعل خير بيرجع لنا إن شاء الله يعني بفخامة خير تاني، بس إحنا بنستعجل. في يوم ما أكيد ربنا هيردنا ده. ربنا بيدينا القدرة إننا نسامح اللي بيوجعونا، وبندعي لهم بالهداية. ياريت يعني، ياريت يبقى عندنا المقدرة دي، أو ندرب نفسنا على أن يكون عندنا المقدرة دي. ربنا ما يورينا أي حاجة وحشة في أي حد بنحبه يا رب. يا رب ما نخليش هموم الدنيا وضغوط الحياة تبقى هي ضغوط البشر هي اللي تفقدنا قدرتنا على الحلم والأمل، وإن بكرة ممكن يبقى أحلى. كل سنة وكلنا طيبين وقلوبنا مليانة رحمة وسلام ومحبة يا رب. من الكلمات الحلوة كمان سحر نوح، سحر نوح فنانة وبنت محمد نوح، وكاتبة جيدة جدا وبتكتب كلام رائع. في أي حاجة في الحياة تلاقي عندها وجهة نظر كده جميلة ورائعة وعميقة. تقول لك ما تنتظرش إنك تكون مجرد رقم في أجندة. فعلا يعني ما ينفعش نبقى هامش في الحياة، ولو إن الهامش في أي كتاب مهم جدا، بس اللي هو هامش أنا حتى مش عارف أهمية الهامش، يبقى لازم أنسحب. لازم دي علاقة غير مريحة ولن تستمر، هي علاقة مزعجة ومتعبة ومهلكة. هي كمان بتقول إن التغيير بيبتدي من عندك ومن عند غيرك، والقرار غالبا بيكون في ايديك. يعني فكرة فعلا ان احنا ما ننتظرش العالم يتغير، احنا اللي نغير نفسنا. احنا لا نملك تغيير العالم، لكن نملك تغيير نفسنا او تغيير العيوب التي نراها. نكون منصفين وموضوعيين فنعرف نغير العيوب اللي جوانا. يا رب السنة الجديدة تكون احلى يا رب من اللي فاتت واللي قبلها ومن كل السنين، لكن لازم احنا ممكن نبقى احنا الاحلى. نراجع نفسنا، نكون صادقين، نشوف احنا بنعمل ايه، كسلنا في ايه، استسلمنا في ايه، فقدنا حماسنا لايه، نعمل خطة ونبتدي خطوات في طريق حابين نروح، وهدف لازم نحققه. نختار الناس الحلوة تبقى في حياتنا. من الناس الحلوة جدا اللي موجودة في حياتنا نجمة عندها ضحكة
مميزه جدا مش عند حد خالص في الكون كله، مفيش ضحكه زي ضحكتها. عندها تاريخ وافلام كلنا لو اتعادت مليون سنه بنقعد نتفرج في كامل المتعه، في كامل الدهشه، في كامل الفرحه بوجودها على الشاشه بطريقه تمثيلها وبجمالها. حاجات كتيره جدا جدا جدا. نجمتنا يعني اتكرمت من مجله فوك في نسختها العربيه، وكان معاها ناس كتير جدا، وده تكريم رائع جدا لنجمتنا اللي العام الجديد يا رب يكون عام خير عليها، وخاصة انها في يناير برضو عيد ميلادها. بلبلة او النجمة الكبيرة، نجمة مصر الاولى دايما يا رب، نبيلة عبيد، مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيبة. ايه الكلام الحلو اللي بتقوليه ده؟ حلو عشان الحلو يتقال له، الحلو الحلو تقول له يا حلو في عيونه على رأي محمد منير. والله كلام حلو قوي قوي، يعني عارفه جسمي كله كده وانا بسمع الكلام الحلو اللي بتقوليه. الله لو كلك الله الله الله. سنه سعيده، سنه جديده، سنه حلوه كلها سعاده وكلها راحه بال، وكل حاجه تتمنوها ربنا يحققها لكم يا رب. انا شايفه وكل الناس مش انا لوحدي في اجماع كده على ان ضحكه نبيل عبيد دي مش متكرره في الكون كله، يعني حاجه كده حصري فقط لنبيل عبيد. وفي فيديو وانت بتضحكي مع ابلة فهيتة، تيجي نشوفه ونرجع نكمل كلام نفكرك بيه. يلا اوكي يلا اوكي. هاي بلبلة. هاي يا روح بلبلة. ايه يا حبيبتي الحلاوة دي؟ يا ربي خليكي ما تحرمش منك ولا من الكلام الحلو اللي بتقولي دايما عليا. لا مش حلو دايما، انا لساني طويل. لا معايا لا. لا انت استاذتي. انا معايا انت ما بتعمليش كده ابدا. لا يا حبيبتي ما اقدرش، وانت ما فيكيش عيب. هطلع عيب منين؟ والله صغ. بتجيبي الناس تقول لهم اضحكوا زي نبيل عبيد. طبعا والله صغرانه النهارده ولا ست شهور يا بلبله. طب بقول لك ايه؟ ايه يا روح؟ بابا نويل لو سالني بلبله كانت جود جيرل السنه دي ولا نوتي جيرل اقول له ايه؟ لا كانت جود جيرل. والله؟ والله. طول عمرك يا حبيبتي جود جيرل. ربنا يخليك. يا حياتي عندي مشروع يا بلبله، اعاده احياء العذراء والشعر الاحمر. الله الله. انت الشعر الاحمر وانا العذراء. عياني منك انت، عياني منك انت. يلا يا حبيبتي اشوفك جوه بقى، ندخل نسهر ونخربها. اوكي يلا. اوكي يا روح. يلا حبيبتي. باي يا بلبل. لا استنى ما اقول لك حاجه جديده بقى. ايه؟ اوكي يلا باي. باي. يلا باي. استاذه استاذه بلبله دي. طبعا ده لقاء من التكريم حضرتك في مجلة فوق. الضحكة ويلا باي يلا باي، دي برضو من الحاجات المميزة الجديدة بقى. يمكن الناس ما تعرفهاش، بس اصحابك اللي بتكلميهم في التليفون واللي يعرفوك عارفين يلا باي. لا قولها لنا بقى، قولها لنا تاني. لا بعد ما هي المكلمة بقى او اسيب مسج او حاجة اقولها يلا. اوكي يلا باي. سنة 22 كان ايه اكتر الحاجات اللي انت فرحتي بيها فيها، واكتر الحاجات اللي انت هتتجنبيها ومش هتاخديها معاكي في السنة دي 23؟ اللي هي كورونا طبعا، اللي عادتني سنتين ونص في البيت، مش عايزة اجيب سيرتها نهائيا خالص خالص. وعلى طول بلبلة لابسة الكمامة وما بترضاش تخرج، ما بترضاش تشوف ناس، كان ايام صعبة فعلا. اما الحاجات الحلوه يعني ان كنا قادرين نحافظ على نفسنا، قادرين اصحابنا اللي حوالينا يعني بنكلمهم وبنلطف. طبعا في ناس كتير يعني راحوا مننا، لكن بنحاول نقول معلش الايام اللي جايه هتكون احلى، يعني بنحاول عارفه ازاي نسعد نفسنا بنفسنا والمكالمات يعني بنقول لبعض كده من واسي بعض، عشان احنا اتفاجئنا بالصدمه بتاعت الكورونا، كلنا اتفاجئنا. فبنحاول بقدر الامكان اننا يعني. وبعدين جالي تكريم بوك ده تكريم حلو قوي قوي، انا سعيده بيه جدا جدا جدا. وجالي كذا حاجه قبليها برضه،
لكن هو اخر حاجه تكريم فوج اللي يعني انا اتفاجئت بيه وقلت خلاص بقى لازم حاجه نروح نسافر نغير الجو. رحت وكنت مبسوطه جدا جدا بالتكريم وبالاحتفال وبالحفله وبالناس اللي بقى لي مده ما شفتهمش، سواء من لبنان او من مصر او من هنا، واللي كانوا معايا اللي كانوا معايا لطيفه، وكانت في جورجينا رزق ملكه الجمال ولطيفه حبيبه قلبي. انا كنت مبسوطه ومبسوطه بالناس اللي انا قاعده معاهم، يعني حتى لما طلعت اتكلم قلت لهم انا حاسه مش عايزه اقول كلمه والله انا سعيده، لا 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 مش عايزه اقولها، انا عايزه اقول انا مبسوطه. فرح كل الناس ضحكة بقى، لان كنت فعلا مبسوطه لاني بشوف الناس كلها مبسوطه وسعيده، وانا كمان مبسوطه معاهم. انا مبسوطه مع المجموعه اللي كانت موجوده دي، كان بقالي كتير ما شفتش الناس دي، فكنت قاعده في منتهى الانبساط، مش هقول سعاده بقى، منتهى الانبساط اللي خلقه ربنا. طيب بلبلة، كمان من الحاجات الحلوة اللي حصلت في 22 لحضرتك المهرجان الدراما كرمك، وفي لقطة يعني غطت على كل التكريم، السلام الحميم بينك وبين نادية الجندي، فدي من ودي كانت فكرتك. طب انت عارفة ان انا لسه دلوقتي بطلبها ما ردتش عليا على التليفون. كنت عايزه ناديه، كنت بطلبها قبل انتوا ما تطلبوني، بطلبها عشان عايزه اعيد عليها، فما ردتش. خلاص انت بتعيدي عليها على الهوا. طبعا كل سنه وانت طيبه يا ندوش، وهطلب لك مكالمه خاصه ليكي انت. طبعا. لا وبعدين ايه، انا طلبتها كذا مره بقى، قلت الله لا الناس تفتكر ان ده كان قدام الناس احنا بنعمل الشو ده، لا 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 لا، انا رايحه مسكت التليفون وطلبتها وعيدت عليها قبل ما سافر دبي، وعيدت عليها وقلت لها ان شاء الله السنه دي تكون سنه سعيده وسنه جديده، وقلت لها هي الاول قالت الو ايوه مين؟ بلبل. قلت لها ايوه بلبل. الضحك على طول. قلت لها ايوه بلبل طبعا. ودلوقتي حاولت اطلبها تاني، فدلوقتي يمكن معاديه، يمكن هطلبها تاني. بتعمل رياضه او حاجه؟ لا هطلبها تاني، مش هسيبها يعني، ما تفتكريش ان انا هسيبها. لا هو في حاجة مميزة في شخصية نبيل عبيد عموما، يعني مش في سنة 22، نبيل عبيد دائمة الاتصال بكل الناس اللي بتحبهم. يعني انا فاكرة وقت ما كان عندي كورونا ان حضرتك كنت بتكلميني اكتر من مرة في اليوم كل يوم. أيوة. فحضرتك أيوة. طول الوقت بتسألي على كل الناس، ودي من الحاجات أيوة. الحلوة جدا في أيوة. في شخصيتك. ايوه يعني انا ما سبتش حد جالي كورونا وما كلمتوش، ويوميا كل يوم اطمن اشوف ايه الاخبار، كل يوم كل يوم كل يوم، لغايه لما اطمن انهم بقوا احسن واحسن حال وفي تقدم، بس كل يوم. وارجع الاقي ناس تانيين جالها اروح طالبه كل يوم واتصل بيهم عشان اطمن عليهم، يعني ده طبع طبع عندي، احب اطمن على الناس التعبانه. يعني العيانه التعبانه. طب نبيل عبيد بتسال على كل الناس بحب وبصدق وبقلب، بس مين الناس اللي حضرتك بتحس معاهم بالونس؟ اللي بكلمهم كتير واللي بطلبهم كتير وبيطلبوني، هم دول اللي بحس ان انا يعني انت واحده منهم يا حلوه الحلوات. انت ليا الشرف والسعاده. وانت واحده منهم طبعا طبعا، تطمني عليا بطمن عليكي انت. ومين تاني؟ في كتير والله، في سهير شلبي طبعا صديقتي المقربه. في كتير، في الهام، في ناس كتير، اقول لك مين ولا مين ولا مش كتير يعني عشان ما حدش يزعل، لكن في كتير كتير بيطمن. يعني انا بعمل المبادره في الاول بتكلم وبيكلموني بقى على طول، يعني هو الاول يستنوا كده، انا دايما انا اعمل المبادره، دايما انا اطمن عليه. نجوى فؤاد طبعا انا بطلب نجوى فؤاد. نجوى يعني فؤاد شخصيه جميله برضه. لا طبعا، وخاصه اذا كانت تعبانه او فيها اي حاجه لازم، ودلوقتي قبل المكالمه يعني كنت هكلمها واطمن عليها. طيب انا عندي احساس دايما ان بلبله بتعيش كده حاله من التسامح مع كل الناس، مش عايزه حد يبقى زعلان منها ابدا. يعني تركيبه كده، هل يعني دي شخصيتك ولا انت مقرره ان انت تعملي كده؟
لا هو من البداية يعني، أنا من تربيتي من أول ما طلعت يعني، كنت بشوف أمي كده في الكلام مع صاحباتها أو كده، وبعدين أنا بقى عندي ده. اه ماما كانت شخصية جميلة الله يرحمها. الله يرحمها، بس أنا بقى عندي ده داخليا، ده جوايا يعني، مش عايزة حد يزعل، مش عايزة حد يبقى فاهم حاجة وحشة، أبتدي أنا المكالمة، أبتدي أنا المبادرة، أبتدي أنا اللي أفتح الموضوع، وحتى لو حد ما شفتوش بقالي كتير اقابلها بكل حب وابقى مشتاقه لها كده، واقعد اتكلم معاها لا دي طبيعه، وعلى فكره دي مريحه، بتريح الواحد قوي ده نفسيا اكيد اكيد قوي اكيد. قوي قوي. طب احنا لسنين طويله كان عيد ميلاد نبيل عبيد ده عيد في حد ذاته هو حدث كبير جدا وبتجمعي كل الناس، بس بقالك كتير ما عملتيش عيد ميلادك، وعيد ميلادك في يناير، احنا بقى عايزين نحتفل بقى بعيد ميلادك، هتفكري نعمل ايه؟ هو انا توقفت لما ماما اتوفت، توقفت، اه لكن الله يرحمه. الله يرحمه استبدلته، بقيت اعمل سحور، في رمضان وبعدين بعد وبعدين بعد كده جت الكورونا والارياف اللي مرينا بيها دي، ما بقيناش نبقى. لا كنت بعمله في البيت فتره شويه كده اهو، وتعاون جيراني ودلاله الله يرحمها كان بتكون اول واحده تخبط على الباب، انتوا جيران. تحت مني كانت، تحت مني وتجيب لي تورتايه حلوه كده كلها عيون عيون كده، ف وكانت مجموعه كده بتجيلي شد. انا السنه اللي فاتت ما عملتوش، لكن في الحاح عليا للي حواليا، لا يلا اعملي يلا اعملي، يا لو انا بدعم هذا الالحاح. اوكي اوكي خلاص يلا نقرر نشوف نعمل ايه، ونحتفل ونحتفل بسنة 23 يا رب هتكون حلوة وجديدة وسعيدة، هتكون كلها خير وبركة ونعمة من عند ربنا ورضا من عند ربنا، وهنكون كلنا أكيد فيها مبسوطين، ده يا اللي رب. مطلوب من ربنا. آه وجود ماما وارتباطك بيها كان قوي جدا. بتفتقدي ايه في ليلة رأس السنة وأول يوم في السنة في غياب والدتك؟ هي عدم وجودها معايا بفتقده على طول، ومفيش حاجة بتعوضني أبدا، خلي بالك يعني، مش هنقول للولاد الصغيرين أو لأختي أو لا 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 لا، مفيش حاجة بتعوضني أبدا، هي عدم وجودها هو ده اللي بيخليني على طول بتبقى الذكرى موجودة في ذهني وفي قلبي من جوه وكده، لكن يعني هنعمل ايه، هي دي الحياة كده وده أمر ربنا يعني، ما نقدرش يعني، ربنا عايز كده، ما نقدرش هي أكيد في مكان أحسن من اللي احنا فيه أكيد عند الرحمن أكيد الرحيم. طيب أكيد. إيه اللي كل سنة تقولي أنا مش هعمله السنة اللي جاية، يعني أنا لازم أبطل أعمل ده، أنا لازم ما أخدش ده للسنة اللي جاية، وإيه اللي لازم أعمله السنة دي، يعني إيه القرار اللي حضرتك خدتيه إن أنت تعمليه السنة دي، وإيه الحاجات اللي هتصممي إن أنت تسيبيها وكنت بتعمليها السنة اللي فاتت أو السنين قبلها؟ لا يعني هو أنا ماشية زي ما أنا ماشية، لكن لو في حاجات معينة أنا حسيتها سلبية فبرميها ورا ظهري خلاص، وأقول ده مش هيتعمل تاني، خلاص هنعمل حاجات جديدة حاجات حلوة، ما فكرش فيها بقى، ما فكرش فيها. طب ايه بس الحاجات الخطط اللي عندك للسنة الجديدة؟ الخطط اللي عندي للسنة الجديدة إن شاء الله يكون عمل حلو أنا أرضى عنه، إن شاء الله. عشان أنا عاملة حاجة و90 فيلم، كل فيلم أحلى من التاني يعني، يعني امبارح كان بتتعرض الراقصة والسياسي والسياسي بتفرج عليه بالذكرى إحسان عبد القدوس الله يرحمه، يعني كل الناس قاعدة بتتفرج عليه، أنا هجيب روايات زي دي دلوقتي منين؟ كل الناس وقت واحد يعني، انا عندي واحده تقول لي لو اتعرض 50 مره هتفرج عليه، ده كفايه الشرف اللي انا بنوله ده، من ان واحده تقول لي لو اتعرض 50 مره هتفرج عليه، ده ايه الناس الحلوه دي، على راي الغنوه الحلوه دي، ايه الناس الحلوه دي، فاهماني؟ فلو حاجه تيجي كويسه صدقيني هعمل، لو حاجه انا غير راضيه عنها لا، انا افضل
يبقى الباك جراوند عند الناس حلو ويفتكروا لي الحاجه الحلوه ويفتكروا لي كل حاجه انا عملتها حلوه، لكن ما اضيفش عليهم حاجه يعني انا مش راضيه. اكيد. ايه الفيلم اللي لما حضرتك تشوفيه على الشاشه تبقي سعيده بنفسك؟ والله مش هكذب عليكي، هكون مع الناس لان الناس بتحب الراقصه والسياسي قوي. ده حقيقي. رائع. الله يرحمه بالذكرى بتاعته بقى. صحيح، ذكرى رحيمه. فهكون مع الناس لان الناس بتحب قوي قوي الفيلم ده، فهكون مع الناس. وانا عندي افلام تانية بحبها قوي كتير قوي، لكن حاسه ان ده الناس بتحبه قوي، فببقى مع الناس وهم برايهم ده عشان هم رايهم ده بيحبوه قوي، فانا مع الناس يعني في الراقصه والسياسه. طيب هل في فيلم حضرتك بتشوفيه تقولي لا انا كان ممكن اعمله احسن من كده، انا لا كان اللقطه دي، المشهد ده، الحوار ده، الكلمه دي، في بتقعدي انت تعملي ناقد لنفسك؟ لا، انا وانا ببص لنفسي اقول انا عملته ازاي ده؟ عملته ازاي ده؟ ازاي ده حصل ده؟ يعني براجع نفسي ده ازاي اتعمل ده كده ده كده؟ يعني برجع فلاش باك، ارجع لورا اقول ده اتعمل ازاي؟ كان معمول ازاي؟ يعني احاسب نفسي يعني كده. وبعدين بلاقيه طالما المخرج قال اوكي يبقى كان اوكي عند المخرج، هو المخرج عينه الامينه اللي بتشوفني. ف بقول الله حلو ده، من المخرج وافق عليه وانا راضيه عنه، اوكي كويس الحمد لله. بس في ناس مثلا حبيتك في العذراء والشعر الابيض، حبيتك في انتبهوا ايها الساده، اعتقد في مشهد كده انت كنت بتبخي بالمكوه، ده انا مش قادره انساه، ده كان فيلم ايه؟ ده مع نجلاء فتحي حبيبه قلبي. مش ده كان اللي هو اخراج كان اشرف فهمي، اللي هو كان ايه فكرني بيه، اللي هو ده انتبهوا ايها الساده ولا ده حاجه تانية؟ لا 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 لا، كان اسمه ايه يا ربي، رايح من بالي دلوقتي عشان هو قديم شوية. كانت نجلاء فتحي وإخراج أشرف فهمي، واللي كان كاتب السيناريو والحوار كان أحمد صالح، كان اسمه خلاص احنا هنضيق، بس انا بقولك انا فاكره المشهد ده اللي ببخ ببخ المكوى كان قوي وهي جدا وهي جايه لي في البيت. وهي جايه لي في البيت. ايوه كان اسمه، هفتكره لك دلوقتي عشان ده بقى له مده كده، بس ده من الافلام الحلوه اللي انا بحبها قوي قوي قوي. طب هل في خطه تانية غير الفن، الى جانب ان شاء الله ربنا يكرمك بعمل حلو وترضي عنه، خطط تانية ان انت مسافره، ان انا هعمل كذا، ان انا هبتدي اغير في كذا، ان انا هبتدي اعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده، فيش اي من الافكار؟ لا مبدئيا لا، احنا استقبلنا السنه الجديده حلوة قوي وكويس قوي قوي قوي، لسه بقى التفكير بقى ايه العمل اللي هقبله، ايه العمل اللي هشتغله، ايه الحاجة اللي هترضيني انا، ايه الحاجة اللي هتسعدني انا لو عملتها. لا انا بتكلم على المستوى الشخصي مش المستوى الفني. ما هو المستوى الفني برضه مرتبط بالمستوى الشخصي. الفني اي حاجة اعملها فيه تساعدني، هشوف ايه اللي ممكن يتعمل يساعدني، افكر فيه ما يساعدني، يعني حاجه مش حاسه انها تبسطني هفكر في ايه اللي يبسطني يبسط كل اللي حواليا ان شاء الله. اي حاجه بتسعدك بتسعدنا، ويا رب يرزقك كل السعاده وكل الامنيات الحلوه. يلا واحده باي واحده ضحكه. اما نشوف هتطلع ازاي، احنا خلصنا المكالمه. اوكي يلا باي. يلا باي. أحلى ضحكة يا رب، سنتك كلها بتضحك وأيامك كلها بتضحك، وكل الحب وكل الامتنان وكل كمان الدعوات الحلوة ليكي يا رب يخليكي، وإنتي كمان وكل اللي معاكي سعادة وهنا وسنة جديدة، سنة سعيدة علينا وعلى الدنيا كلها يا رب. يا رب إن شاء الله. بنشكرك جدا وبتمنى لك كل خير وتفوق وتألق وتوفيق وصحة وكل الحاجات الحلوة. شكرا لنجمتنا الكبيرة نبيلة عبيد. وفاصل ونبتدي حلقتنا، عندنا حلقة مهمة جدا جدا وشخصيات غنى وعزف ولا أروع،
عندنا طبعا الأبراج وهالة حافظ، وحلقة حلوة دايما بوجودكم معنا وبحضوركم لينا. نشوفكم بعد الفاصل. التالي عازف القانون الأشهر الدكتور ماجد سرور ونجمة الغناء إيمان عبد الغني.
احلى سعاده لما نسمع عزف رائع من شخص رائع وشخصيات رائعه وصوت ولا اروع، وكتير من الانجازات الفنيه الكبيره اللي اتحققت في الموسيقى المصريه كان وراها قصه حب. قصه حب مش بس بين الصوت واللحن الموسيقى، ولكن بين صاحبه الصوت وصاحب اللحن الموسيقي. عشان كده شفنا ثنائيات ناجحه جدا زي ورده وليك حمدي، فايزه احمد، محمد سلطان، فيروز وعاصر رحباني وغيرهم اكيد كتير. هل الحب هو اللي بيحمي هذه الثنائيات الفنيه، ولا النجاح الموسيقي هو اللي بيحمي الحب؟ النهارده مشرفينا في الستات ثنائي فني رفيع ورائع المستوى، بيجمع بين المايسترو وعازف القانون الشهير دكتور ماجد سرور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سعدتنا ونورتنا. ربنا يخليك. والرائعه الجميله الصوت الرائع ايمان عبد الغني، اهلا بيكي. اهلا بيكي. وهي سرطان زي وهنعرف منهم كواليس، عشان كده بنحب بعض، عشان وهنعرف منهم كواليس قصه الحب وثمار التعاون بين اله القانون والصوت الرائع الطربي الاصيل. ومنورنا ايضا على الرق العازف الجميل عبد الغني. اهلا بيك يا عبد الرازق. اهلا بيك يا عبد الرازق. منورنا عبد الرازق جدا، والرق اله من الالات الحلوه جدا، وانت متميز اكيد جداً. عشان كده هم اختاروك. طبعا. نبتدي بايمان لازم ستات. طبعا لازم ننحاز للستات. ايمان يعني اللي جمعكم الحب ولا الفن؟ يعني ايه كان الاول وايه تلاه؟ وطبعا الفن اللي عرفنا ببعض الاول يعني والتوافق الفني ادى الى توافق في الحياه فيما بعد. يعني كان في كيمياء فنيه طبعا، يعني ناس كتير لاحظتها لما بنشتغل مع بعض. كان في كيمياء طبعا فنيه ناس كتير لاحظتها من التوافق اللي بينا، ويعني تطابق العزف مع الغنى في مرات كتير جدا في اللقاءات وفي الحفلات، فده ادى الى كيمياء كمان في الشخصيات، يعني ده اكتشفناها فيما بعد يعني. والحمد لله. لما اقترحت يا دكتور ماجد انكم تعملوا حفله شاديه وعبد الحليم، ايمان تغني شاديه وانت تكون عبد الحليم بآله الساحه الجديده، كنت بديت تحبها ولا ده كان حلم فني خالص منزوع المشاعر بصراحه؟ لا بالحقيقه صوتها هو اللي جاب لي الفكره، لان صوت لقيت صوت شابه، صوت جميل بتغني بطريقه الكبار. يعني انا طبعا كان ليا حظ في حياتي ان انا سجلت مع استاذ عبد الوهاب، مع استاذ بليغ، مع استاذ موجي، مع كمال الطويل، مع سيد مكاوي. ده كل ده من خلال الفرقه النسائيه العمالقه، ومع محمد عبده وذكرى وكاظم الصافي وديع صافي كل كل الناس الكبار ده الحمد لله كان يعني ده حظي في التاريخ. فانا يعني اتعلمت طريقه غنى الكبار ازاي تغني باستاذه. ايوه فهي استاذه حلوه لقيتها. لا وست حلوه. ما حلوه ده موضوع على جنب طبعا. لا مع الاستاذيه في الصوت ومع اداء الكبار في جمال كبير برضه. انا لقيت التوافق ده متوفر في شابه صغيره بتغني حلوه قوي بطريقه الكبار، اللي هي بيبدوا الكلمه عن العربه. في المطربين عايز يقول كل العرب اللي عنده. بس هي مثلا تلاقي الكلام مش باين. انت فيها شفت فيها شاديه الزاويه عرفت وهي بتغني ليلى مراد. هو في دي كانت بالحقيقه يعني المكان اللي كنا احنا اتقابلنا فيه كان الناس اللي كانوا طالبيننا كانوا شايفين فيها الحته دي قبلي. وكانوا انت بقى شفت فيها حاجه وهي كانت هي نفس شايفه نفسها في ام كلثوم شاديه. فطلعوا يقول لها غني شاديه، فلما غني شاديه لقيت نفسها حلوه قوي شاديه يعني. وانا برضو شفت الكلام ده معاهم، فجت لي فكره حليم وشاديه. انا دايما بعزف اكتريت حاجات اللي عزفتها في حياتي لعبد الحليم حافظ، وليا لقب كده عندليب القانون. عندليب القانون والله تستحقه بجداره. من اكتر ما عزفت حاجات لعبد الحليم حافظ. فعملت حفله عبد الحليم حافظ انا بغنيه بالقانون وهي بتغني شاديه، واتلاقينا في دويتو
لحن الوفا. انا بغني عبد الحليم بالقانون وهي بالصوت وهي بتغني شادية بصوتها. ايمان الحياه عامله ازاي في بيت فيه قانون ولا اروع وفي صوت برضو ولا اروع؟ بتعملوا ازاي يعني؟ انتوا بتقعدوا تتدربوا وتغنوا ولا ما بتعملوش كده في البيت؟ لا بنعمل كده كتير يعني. طب احنا كتير جايين طبعا عندكم يعني عايزين نتعزم كتير منورين بتيجي طبعا نعتبر وعد لا وعد اكيد ربنا يخليك عزومه مقبوله يعني طبعا تتشرفينا. طيب انت قلتي على ليلى مراد ان هي صوت اصعب من ام كلثوم يعني ايه اصعب؟ هي سهل ممتنع يعني في ناس كتير وشادية نفس الحكاية على فكرة، في ناس كتير تفكر ان شادية وليلى مراد دول غنى خفيف يعني لكن هم بالحقيقة تفاصيل يعني. انا اتربيت من صغري ان انا بغني ام كلثوم بس لحد مثلا ما خلصت ثانويه عامه وقابلت المايسترو سليم سحاب في الاوبرا هو اللي اول حد قال لي طب سمعيني حاجه لغير ام كلثوم. فانا ما كنتش حافظه غير ليلى مراد لان مامتي الله يرحمها كان صوتها نسخه من ليلى مراد فعلا يعني. انت بقى الصوت الحلو ده بالجينات وراثه وجدتي كمان وجدتك الله الله ده جدتي بقى كانت بتغني شادية ونجاة الله كتير فكل حد كان متخصص في حد وانا خدت اللاين بقى ام كلثوم. طيب انت خدت اللاين ام كلثوم بس انت تعرفتي بليلى مراد ودكتور ماجد اكتشفك في شادية. أيوة. فنقول دلوقتي ايه فيهم ام كلثوم ولا شادية ولا ليلى مراد؟ انت محضر لنا منهم كل واحد حاجه. نقول شادية. يلا نقول شادية. على عش الحب. يلا على عش الحب.
حبيبي انا وانت هنصبح عيلة، من ليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة. والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا، والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا، وطول سهرتنا سوا ونقول حوادثنا سوا، وطول سهرتنا سوا ونقول حوادثنا سوا، ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. برافو برافو برافو. دكتور ماجد، كنت عايز تدخل الهندسة، والدك أقنعك تدخل الموسيقى، محطات تانية في حياتك مهمة، دكتورة رتيبة الحفني اختارتك تعزف قانون، وبعدين أول حاجة ليك بقى مع الفرقة المسيحية وتكريم محمد عبد الوهاب على أكبر مسارح لندن، دي كلها صدف، ترتيبات يعني من عند ربنا، من عند ربنا ده عشان بيحبنا وبيحبك. بيحبني طبعا. الا يعني احكي لي بقى اول مره كده الفرقه المسيحيه وفي لندن تكريم عبد الوهاب. هو انا كان من خلال الفرقه ام كلثوم اللي هي فرقه المعهد، عزفت فيها عزف منفرد عباره عن تجميع لمعظم صروهات محمد عبد الصالح عازف القانون مع ست ام كلثوم في اغاني ام كلثوم، ومقطوعه كده من كتر حبي ليه فسميتها عزيزي عبد الصالح، وعملتها واتذاعت مره واحده قدام التلفزيون. كان ترتيب ربنا احمد بر حسن قدام التلفزيون قاعد واتفرج عليك، واتفرج عليها وعنده مشكله مش لاقي عازف قانون يسافر معاه لندن حفله تكريم عبد الوهاب من الجاليه المصريه هناك. فاول ما شافني وكان ربنا موفقني جدا، ما فيش اي رمشه، كله صح يعني. فراح مكلم عميد المعهد، ايه الواد ده كويس، ده ايه ظروفه ايه؟ قال لك تمام. قال له بقى تمام ومخلص الجيش ومعاه باسبور وكل حاجه جاهزه يعني. فراح خد رقمي وكلمني واداني ميعاد في الاستوديو عشان يديني نوت اذاكرها، واداني ميعاد السفر وخد صوره للباسبور، وخلاص بقيت منضم ليهم من الوقت ده في التاريخ ده يعني، عشان بدايتي تكريم استاذ عبد الوهاب من الجاليه المصريه في لندن. بدايه تاريخيه. بس انت كنت بتحب، مش عايز تدخل المزيكا ليه؟ عايز تدخل هندسه. المزيكا هندسه على فكره، ده اروع تركيبه هندسيه هي الموسيقى. هو بابا جواه حاجتين، كان مطرب هايل جدا بجد ما شاء الله، في شبابه وما كملش، وهو بيشتغل مهندس الالات الكاتبه والحزم، يعني انتوا برضو جينات. فهو كان بياخدني معاه من وانا عندي 7 سنين اساعده في اجازه نص السنه واجازه اخر السنه. فشبطني في حاجه حبيتها جدا وكنت شاطر فيها جدا يعني، في اخر كام سنه كنت معاه بساعده، كان هو اللي يعني بيجي معايا مش انا اللي بروح معاه يعني، فاهم يعني؟ انا اللي بعمل كل حاجه، انا اللي بتشاطر وبتفهمها، وعايز اعمل بقى ايه الابديت بتاع بابا، ادرس بقى الالكتروني وابقى الالات الالكترونيه منها، فهخش كليه الهندسه عشان اكمل ابقى امتداد بابا. هو شبطني في حاجه وبعدين جه يقول لي لا. موسيقى يعني. ايمان، انت مطربه اوبرا، مطرب الاوبرا ده يعني هو عنده ثقل وعنده قوه ويعني شيء فاخر كده، لكن دايما ما عندهمش الحظ او الانتشار الجماهيري، ليه؟ عشان في ناس كتير قوي بتفكر ان مطرب الموسيقى العربيه ما بيعرفش يخرج بره القالب. ولو ان احنا لو جينا يعني نشوف مين المطربين الموسيقى العربيه اللي خرجوا بره القالب، عندنا انغام، هاني شاكر، شيرين، كل دول متربيين جوه الاوبرا والموسيقى العربيه والطرب، مدحت صالح، كل دول حفلاتهم كامله العدد. فالفكر ده مش صح. الحقيقه ان مطرب الموسيقى العربيه هو يعني المطرب اللي اتربى فنيا صح، ده اللي عنده طبعا الاحساس والحضور والكاريزما، ثقل يعني. يقدر ازاي يؤدي وازاي يتعامل مع الجمهور، لان الالات الحديثه دلوقتي في الاستوديوهات خلت اي حد ممكن يغني. طب انت مطربه قويه جدا، شاركت في برنامج اكتشاف مواهب عشان تاخدي الانتشار الجماهيري والاعتراف بنجوميتك، ولا كان ليه؟ اللي خلاني اتجه الاتجاه ده بعد ما كنت رافضه تماما من بدايه ما يعني، كانوا حتى لما بيعملوا معايا انترفيو يقولوا لي ليه ما تفكريش
بعتبر كنت بعتبر السؤال ده مهين ان ازاي انا مطربه اوبرا وبغني في مهرجان الموسيقى العربيه من اول سنه. يعني انا دخلت الاوبرا وعمري 17 سنه. من اول سنه دكتوره رتيبه الحفني حطيتني في مهرجان الموسيقى العربيه واخده جوائز على مستوى العالم وكده. فكان ده بالنسبه لي ازاي ان انا اروح مسابقه زي دي. ولكن اللي خلاني اغير فكري ان انا لقيت ان ده باب بيفتح انتشار كبير جدا للمطرب وبيوسع النافذه. يعني بدل انا ليا جمهور في الاوبرا وجمهور عارفني وبيحضرني بس كنت عايزه اكتر كنت عايزه الدايره توسع يبقى الناس تسمعني على مستوى العالم كله. والحمد لله حققت هدفي جدا وكان ليا حظ ان انا اوصل كمان للفاينل. اولا انت عندك مقاومات ممكن ما تبقاش موجوده في ناس كتير. انت قمر يعني شكل مصري عربي جميل غير الصوت الحلو وعندك كاريزما يعني فيكي كل مواصفات النجوميه. ما تيجي يلا نسمع حاجه. عايز تقول حاجه دكتور؟ قلت انا اؤيد في موضوع قمر ده. طبعا قمر يعني انت محظوظ وماما كانت داعيه لك. وحابه اقول كمان من خلال البرنامج ده اول برنامج بعمله في 2023 ان شاء الله السنه دي هتسمعه سنجل قريب وهيكون في ألبوم ان شاء الله. هنتكلم عن التفاصيل بس نسمع النار الأيدة. يلا عشان انا بحب انا بحبها جدا. وانت اخترت النار الأيدة وانا بحب كل لان موضوع التانية. الكلمات ساحر. انا دايما بحب اختار الكلام اللي فيه عشان نقول كل الاغاني ممكن ما نقولش الاغنيه كامله. هنقول مقطع بس. يعني هي جت للاسف على فايزه والنار الأيدة بس معلش وعبد الله من نار الغيرة ونار
بشوف وبغير ده انا ويلي ولين من نار الغيرة ونار حرماني يتخصموا وابكي على حالي يتصالحوا يبكيني ليالي يتخصموا وابكي على حالي يتصالحوا يبكيني يعني ولا اروع والله. انت بتعملي البوم جديد بتقولي واحنا منتظرينه. أيوة. تعملي فيه نفس الاغاني اللي في الاوبرا ولا هتعملي شكل تاني؟ لا طبعا هعمل تنوع هيبقى جديد وكل حاجه، لكن انا مش هبعد عن الطرب والكلمه أرجوك. الحلوه ارجوك يا شن يعني. اهم حاجه عندي الكلمات طبعا، هي الكلمات هي الاساس طبعا. طبعاً. طبعاً. يعني نار الايدة دي انا اخترتها وبحبها بسبب كلماتها اكتر من لحنها. وطبعا لحن عظيم لكن طبعاً. الكلمات في الموضوع موضوع يجنن. واحساس فايزه احساس رائع وانت احساسك طبعاً. حلو. ملكة عايزه اقول لك ان انت جودتي على ورده. يعني انت طبعا عندك قصه مع ورده، بس انا شايفاها قالت الاغنيه احلى كمان معلتها ورده بالزبط. يعني دي شهاده طبعا كبيره. يعني ربنا يخليكي. ده كلام كبير عليا. ممكن تسمعينا من الالبوم الجديد؟ لا حاليا ما اقدرش طبعا. ما تقدريش. بس وعد ان شاء الله هيكون البدايه معاكي. احنا اصحاب وحبايب وانا دايما ببقى سعيده لما بشوفك قدامي في الحفلات. يا بختي يعني يا بختي. شرفت طبعاً لما كنت في مهرجان الموسيقى العربيه لازم ببقى فرحانه استمتع. والواحد كده ياخد طاقه حلوه ان هو بيشوفك وبيسمعك. احنا كمان لما بيكون في حد بيحبنا وبيدعمنا بنبقى في منتهى السعاده. اكيد. دكتور ماجد نصايحك ليها ايه كانت في الالبوم الجديد؟ لا هي يعني زي ما هي قالت، يعني الاهتمام بالكلمه، الكلمة دي هي اللي ليها الخلود. يعني ساعات احنا بنسمع ألحان كتير قوي بنلاقي يعني ممكن يكون اللحن حلو ومتجود فيه كل حاجة لكن الكلام مش حلو. بنقف عند الحتة دي لازم انت كلمة برضو زيها ولحن. في الكلام. طب ايه مناطق القوة في صوت إيمان؟ يعني انت اكيد هتبقى عارفها كويس ومحللها كويس قوي. لا هي زي ما قلت لحضرتك انها يعني عارفة تغني ازاي، عارفة تطلع الكلمة ازاي، تقطيع حلو. النفس العرب يعني هي دي الألماس بتاعها ما يبقاش مدلدق كده. الألماس ده كل في دوفين عمال بتشوفيه. وألماس فعلا. وألماس وماس كمان أعلى أنواع وأعلى أنواع مجوهرة. أنت شركة في الألبوم وأنت برضو هو عمل لك نفس المنتج. ألبوم أيوه بالظبط. بس أنا موجود بدور إشراف يعني. طيب أنتوا إيمان التجربة التانية ليك وحضرتك التجربة التانية ليه؟ اخترتوا بعض بالقلب أكتر ولا بالعقل أكتر؟ لا الاثنين. الاثنين لازم بس يكون القلب الأول طبعاً. القلب ده غنيتي له إيه بقى في بداية ال كتير حاجات كتير. غنيتي له الليلة مراد لما عرفتك أكتر أغنية هو بيحب يسمعها إيه؟ بيحب أغنية لنجاة متى ستعرف. الله. طب أنا كمان لازم تقولي بقى حتة لازم تقولي لأن أنا بعشقها نزار قباني ومحمد عبد الوهاب يعني. طبعا دي من روائع وأنا كمان بموت فيها. يلا متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها. دي كمان يعني كانت بداية يعني حبيناها إحنا الاتنين لأن أنا كنت في المعهد بنعمل مشروع تخرج. فانا فاكره وقتها كان في ثوره وما كانش في عازفين وكده وانا وماجد كنا اصدقاء وبنشتغل مع بعض وكده فقلت له ممكن تشاركني في المشروع التخرج بتاعي قال لي اه طبعا وكده فجاء معايا وكان معانا استاذ عبد الرازق. طبعا هو استاذ عبد الرازق دايما شريك نجاح على فكره. والله جميل وعزفه يعني رائع. الاساتذه الكبار اللي احنا دايما بنستعين بيهم يعني ما بنستغناش عنه ابدا يعني. فكنت قلت دي في مشروع التخرج. طب يلا نقول. Thank you.
اشجاري احكي لك انا احبك فوق الماء انك شهاء وللعناقيد والاخضر. دكتور ماجد، انت شاركت مع عمرو دياب في اغنيه عودوني وطلعت معاه اعتقد في الاغنيه كمان في هي دي اتشهرت. انا شاركت معاه في حاجات كتير بس دي اكتر حاجه اتشهرت في الحاجات اللي كتير انا سجلتها معاه عشان انا صورت معاه. طيب بتشوف ايه اكتر حاجه بتخلي عمرو دياب زي الكبار على زمنه وعابر للاجيال؟ هو طبعا غير فنياته العاليه ذكائه العظيم في اختيار الكلمات ونوع الاغاني والتطور والحاجات اللي لايقة على قد صوته او اللي لايقة عليه وعلى قد صوته. هو ذكي بدي جدا فعشان كده ده استمراريته جايه من دماغه اللي شغاله طول الوقت ودايما متطور. فهو يعني هو على طول متطور، عنده ابديت على طول. هو على طول بس في الفتره الاخيره يمكن في ناس بتتحفظ على بعض الاغاني اللي مستواها يعني ماشي مع التيار بس يعني مش مستوى، يعني مش كل التحفظ يعني بالحقيقة. يعني انا مش شايفة كده، انا شايف ان هو يعني ماشي في خطوات في طريق ان هو من المطربين القليلين. هو وتامر حسني عنده نفس الذكاء ده كمان. يعني اللي تلاقي الاجانب اللي مش بيتكلموا اصلا عربي بيرددوا اغانيه، في فيديوهات كتير موجودة كده، لان جمالهم هم بيسمعوا غربي كتير فبيختاروا جمل شبه كده. طب فتلاقي فيه عالميه، انا شايفه ان هم واصلين للعالميه. طيب عمرو دياب وتامر حسني ايه اللي تاخدي من تجربه كل حد فيهم؟ هو زي ما قال ماجد الذكاء. الذكاء وده كان بيمتاز بيه كمان عبد الحليم وام كلثوم. تطور، لازم الفنان يكون متطور، ما ينفعش نقف عند نقطه واحده، لازم يتطور بما يعني يناسبه وفي نفس الوقت يناسب العصر اللي هو فيه. من تجربه الستات، النجمات الستات، تاخدي ايه؟ مين اكتر حد علم معاكي؟ يعني طبعا ام كلثوم بالنسبه لي يعني توب طبعا. لكن انا ما اقدرش اقول انا بحب مين اكتر، لان انا بصراحه بحبهم كلهم. وأنا لما كمان باجي حتى اعمل حفله ما بعرفش اعمل مفاضله خالص. يا شوف حضرتك لما حضرت لي اخر حفله في مهرجان الموسيقى العربيه تلاقيني غنيت ورده وشاديه وسميره سعيد ومياده. طبعا بحب مياده جدا قوي. طبعا بعشقها يعني. وختمت بام كلثوم، فانا لازم اقطف من كل بستان ورده لان هم جواهر الحقيقه يعني. وانت كمان جوهره. غنيت قدام في حفلات قدام رؤوس ورؤساء وملوك، عزفت انا اسفه خدت من ايمان الغلط، عزفت قدامهم. ايه اهم حفله كنت انت سعيد غير بدايتك مع حفله تكريم عبد الوهاب؟ ايه تاني قدام الرؤساء والملوك حفله كده كنت انت يعني في غايه السعاده؟ كنت في حفله مع ست ورده في قصر ملك المغرب اللي هو مش الحالي، البابا. فانا كنت في سعاده غير عاديه، لان هو عزمنا نتفرج على الحفله على البرجام العادي وبعد كده طلعنا عزفنا الفقره بتاعت ورده. فانا كنت بشوف كل الناس الفنانين وغير الفنانين بيجولوا يبصوا ايديه وش وضهر. كويس. فاحنا الفرقه المسيحيه سلمنا عليه كده عادي. فكنت يعني فرحان قوي ان انا يعني سلمت عليه كده عادي، يعني ان انا كده بقيت حاجه كبيره يعني. دي يا جماعه دي اهم فرقه طبعا. يعني بالظبط يعني هو عارف فرقه مسيحيه من زمان فاخره بقى فاخره يعني. على الحقيقه كمان انا كنت محظوظه ان انا شاركت في القمه العربيه اللي كانت اتعملت في ليبيا. فدي انا كنت بشعر فيها بالفخر جدا وبعتبرها نقطه مهمه في السي في بتاعي، لان كمان كنا احنا الفرقه المصريه اللي بتحيي الحفل لجميع رؤساء الدول، فدي كانت حدث مهم جدا بالنسبه لي. اكيد طموحاتك تحققي ايه في 2023؟
نفسي ان شاء الله الناس تحب الاغاني اللي هعملها وتتقبلها وتشوف يعني تسمعني بقى في اغاني بتاعتي انا وتعيش، يعني يفضل في اجيال بترددها زي ما احنا بنغني الورده ولام كلثوم وشاديه. عشان كده بقول الكلمات مهمه واللحن كمان مهم، لازم الاختيار. يعني في ناس بتستعجل تكون ترند، ممكن يبقى في كلمه ملهاش معنى او فيها اسفاف او فيها مثلا مجرد انها بتقول افيه مضحك فتبقى ترند لمده يوم شهر. لما بتشوفي اغنيه بلا كلمات وبلا لحن وبلا صوت اصلا كتير، الاجهزه الحديثه ساعدت جدا على ويبقوا نجوم ويعملوا شهره وفلوس، بتحس بالمرار بالظلم؟ بتحس بايه؟ مش بحس بالظلم قد ما بحس ان طبعا احنا يعني خلينا نقول ان احنا كتير قوي، احنا 120 مليون، فمش كل الناس اذواقها واحده. فزي ما في ناس بيبقى لها ذوق بتسمع نوع معين من الموسيقى او نوع مش فاهمه اصلا كلمات بتقول ايه، مجرد جمله راقصه، في برضه ناس بتتذوق الفن وبتحبه، بدليل ان احنا بنلاقي حفلات انغام وحفلات هاني شاكر ومدحت صالح وكل نجوم الطرب كامله العدد، مهرجان الموسيقى العربيه كامل العدد، كله كامل العدد. ده دليل على ان احنا صح. في ناس واقفه بره مش لاقيه تذاكر، احنا دي حقيقة. اول ما الحفلات بتفتح الواحد بيجي يحجز يلاقي الحفلات على كمان طول كنت يعني تغدر. في موسم الرياض لسه الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. فخلينا نقول ان في نجاح كبير جدا حاصل في بلد يعني كانت في حرمان كبير فتره كبيره من الفن. لا هم عاملين صحوه فنيه رائعه جدا. سريعا، امنياتك في السنه الجديده؟ هي نفس امنيه ايمان، ان يبقى لها اغاني الناس تقدرها. يا ما هي احنا واحد، احنا نجحنا واحد طبعا. يا رب دايما واحد، نجاحك واحد وحياتكم كلها دفى وكلها حب وكلها عطاء وكلها ابداع. بنشكرك استاذ عبد الرازق الرائع الجميل، بنشكرك دكتور ماجد، الوقت معاكم مر سريع جدا. بنشكرك يا ايمان، وعندنا لسه مكملين حلقتنا بس لازم نختم بالغنى. نختم بالست بقى؟ بالست بقى. انا يعني كان نفسي اقول لكم حاجات اكتر بصراحه. وانا كان نفسنا نسمع حاجات اكتر بس هتتعوض ان شاء الله. نختم في القلبه. تحبي نختم بالست ولا نقول شنطه سفر؟ لا الست. طيب خلاص. بنحب انغام بس الست. انا بعشقها.
التالي بشارة يناير لكل برج وملوك الحظ مع هالة حافظ. وبنجد تحية لكل المشاهدين والأبراج. إحنا في برج الجدي، الشمس لما تدخل برج الجدي بتعمل إيه في بقية الأبراج وبتعمل إيه في الجدي نفسه؟ يا ترى إيه البشارة المتوقعة لمواليد الجدي اللي نبتدي بيهم وعشان برجهم والأبراج الأخرى؟ منورانا هالة حافظ، واحنا من غير ما نتفق دايما بنبقى لابسين نفس الالوان. مستغربه جدا، توافق روحي كبير فعلا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا هاله، وعايزين نقول كل سنه وانت طيبه لمجموعه من مواليد برج الجدي: الهام شاهين، ليلى علوي، ايمي سمير غانم، حسن الرداد، لا غدا عبد الرازق سرطان، غدا عادل. غدا عادل فعلا يناير، والنجمه الجميله حبيبه قلبي سميره سعيد، و ريم الصنباطي، مي عز الدين. ومي عز الدين جت. مي عز الدين دي حبيبه قلبي، كلهم الحقيقه غاليين جدا بالنسبه لي. ومريم الخولي، كل سنه وكل مواليد الجدي برج القوه والسيطره طيبين. ايه بقى دخول الشمس بيعمل ايه؟ نبتدي الاول نعكس بقى، نجيب برج الجدي بما انه شهرهم يعني، نبتدي بيه هو الاول بدل الحمل. كل سنه نبتدي كده نطلع فوق. كل سنه وكل مواليد الجدي طيبين، شهر قوي. برج الجدي زي ما انت قلت يا سهير برج قوي جدا، انا بسميه برج القوه والنفوذ والسلطه. هو اصلا بيمثل في دايره البروج الجدي ده المنزل العاشر، والمنزل كان العاشر برج ده جمال عبد الناصر. مش عارفه بس مش عارفه جمال عبد الناصر، لكن انا عارفه ان هو من صحاب برج الجدي دايما زي كلمتنا المعتاده، جاد وحاد وصارم، ستريت فورورد كده، ما يقبلوش بقى ولا في اللف ولا في الدوران. بس هو على قد ما في ميزات قويه جامده جدا جدا، في شويه عيوب بيبدو للناس قاسي. هو مش قاسي، حنيه الدنيا فيه، لكن الطبيعه الترابيه بتاعت هو عنصره ترابي، فالطبيعه الترابيه بتطفي على مولود الجدي قسوه مش حقيقيه. هو يعني هي صرامه اكتر منها قسوه، صرامه. وهو عنادي، عنادي في طموحه، لما بيبقى عايز حاجه بيوظف كل طاقاته. انا حطيت قدامي هدف هوصله، دايما بيوصل للامور المهنيه والماليه والاجتماعيه، لكن العاطفيه ما بيوصلش لاهدافه بسهوله، لان من ناحيه العاطفه هو مش بيعرف يعبر. هو اكزاكتيف اكتر، يعني هو منفذ الفعل اكتر من الكلام، ما بيعرفش يلاطف، ما عرفش يغازل، ما عرفش يكون كده يعني دحلاب، لا مش الجادي خالص. فهو بيعرف يوصل لاهدافه المهنيه والعمليه اسرع من اهدافه العاطفيه. لو قدامه هدف عاطفي او علاقه معينه ممكن يعاني شويه في الوصول ليها، لانه مش بيعرف يعبر قوي عن مشاعره، تعبيره عن مشاعره بالفعل مش بالقول. من الابراج الناجحه دايما بتلاقي الناجحين فعلا، بس ايه بقى، بيعبروا عن ارائهم بمنتهى القوه، ساعات ما بيعنيهمش رده فعل اللي قدامهم او الناس هتقول عليا ايه، ما بيهتمش بكلام الناس خالص. يعني حضرتك قلتي ليلى علوي والهام شاهين، الهام شاهين قطر، ما بيعنيهمش خلاص، انا كده عاجبك او مش عاجبك، هو انا كده. لكن ده ما ينكرش ان هم ناجحين، من طبعا الابراج الناجحه جدا ناجحه ومؤثره وليهم حضور. هو المنزل العاشر هو منزل الناجحين خلاص. فلما الشمس تدخل بقى عندهم، ولسه فينس بيغادر الجدي وداخل للدلو، فكان عندهم مديهم قوه. الحاجه الوحيده بس، الكوكب الوحيد اللي قاعد عندهم دلوقتي ده هنتكلم عنه في اخر الحلقه، كوكب عطارد قاعد في الجدي،
وتراجع يوم 29 ديسمبر وهيفضل متراجع. عايزين نسالك على تراجع عطارد، بس عايزين الاول نقول البشارات. ايه مثلا نبتدي ببرج الجدي؟ بنبتدي ببرج الجدي، شهر رائع. فينوس لسه كان عندك مديلك قوه في علاقاتك العاطفيه، وبرغم ان انت لقيت وجيد الملطفه والكلام ده الا ان علاقاتك محيط دايرتك حلو جدا، عندك نجاحات، عندك ابواب بتتفتح، عندك ماليات. انا شايفه ان اقوى برج الشهر ده في الابراج هو مولود الجدي، شهر مليء بالايجابيات، مش ايجابيه مثلا ماليه بس او اجتماعيه بس، لا عاطفيه. ايجابيه واحده لا تكفي، ايجابيات كتير. هيتحرر من قيود كتيره جدا كانت ضغط عليه، قيود او ضغوط ماليه، ضغوط عاطفية، إرباك في مهنته، هيتحرر، هيحس إن هو عنده ثقة بنفسه بيكسر الدنيا. فأنا شايفة إحنا هنقول بس تراجع عطارد بعدين، يعني هنقول له يحذر من إيه بعدين، لكن أنا شايفة إن أنت هتستفيد جدا من علاقاتك، هتفتح لك أبواب، هتوصل لأهدافك بمنتهى السهولة. عندك العزاب ممكن يبتدوا علاقة زواج أو تصريح بحب، فأنا شايفة إن هو شهر فيه تحالفات قوية جدا، تبقى لمصلحته ولصالحه وتفتح له ابواب قويه. يعني شهر يناير ده الشهر المضيء لصالح الجدي، المضيء بالنسبه له، والكواكب قاعده بتتحالف ان هي تشتغل لمصلحته، فما ينفعش مولود جدي يربع ايده الشهر ده خالص. مكالمات، عايز تقدم على شغل، عايز تصالح حد ومكان لسه معاصلك معاك، ارفع السماعه وصالحه، هيلاقيه بيستجيب معاك، الابواب مفتوحه، القدر بيقدم لك هديه حلوه جدا جدا لتفتيح الابواب. طيب كده برج الجدي ان شاء الله يا رب البشارات على كل تقولها يا هالة تكون من نصيب كل مواليد برج الجدي. نقول نبتدي من الحمل بقى بالحمل. الحمل طبعا الشهر ده حلو لان عنده الدعم من كوكب الحظوظ الكبرى اللي هو جوبيتر، قاعد في برجه وقاعد معاه 5 شهور، فاحواله بتتحسن. طيب التأخر الحمل في لمده 5 شهور هو في احسن حاجه، مشروع جديد، مسؤوليات جديده، بس وجود الشمس في الجدي بيمثل ايه للحمل؟ ان انت عندك مسؤوليات كتيره اكتر من المعتاد يا حمل، يعني مشاريع وخروج وطلوع ونزول، يومك اول ما بتصحى لغايه ما بتنام انت عندك مشاريع كتيره، بس ان شاء الله هتكلل بالنجاح. بما ان جوبيتر عندك، انا شايفه ان ممكن تظهر علاقه في حياه الحمل تلعب دور مهم في حياته، او رجوع علاقه كانت اتوترت في حياتك وحصل خلافات، تبتدوا تصفوا الاجواء فترجع المايه لمجاريها. التور مولود التور شهر السفر، عندك ابواب السفر بتتفتح، وطبعا التور ترابي زي الجدي، فبما ان الشمس دخلت في الجدي فده هينعكس على التور، فيعتبر قريب قوي من الجدي في الحظوظ. عنده مكاسب، عنده تغييرات للافضل عاطفيه وماليه، عنده رجوع حقوق ماليه كان بيعافر ويحارب عليها بقاله فتره، ميراث، شراكه اموال، بيع وشراء، احلى الاخبار، فكره امور قضائيه هيكسبها الماليه دي وقضائيه، يعني لو في قواضي اللي هي الاسره والنفقه والحاجات اللي بنسمعها دي، لو كان التور فيها انا شايفه الحاجات اللي بتايد حريته هيكسرها، فيعتبر قريب جدا جدا من الجدي في الحظوظ. فهنيئا للتور. الجوزاء بيتحرر، الجوزاء كان بقاله شهر ونص مضغوط وطالع عينه، الشمس كانت قاعده له في القوس بتتحداه، كل انواع الاستفزاز كان بيتعرض لها الجوزاء الشهر اللي فات، حقيقي مضغوط مضغوط. ايه اللي حصل بقى لما دخلت الشمس سابت القوس ودخلت للجدي؟ بيشم نفس، خد نفس، هدنة، مش قادرة أقول إن كل الأبواب اتفتحت. هتتفتح إمتى؟ لما الشمس تروح للدلو الشهر اللي جاي. لكن يعتبر شهر وسط، حركة انتقالية ما بين معاكسة شديدة وانفراج شديد، فإحنا في الطريق، عارفة الكوبري، شهر الانفراجات، شهر طريقنا للانفراجات، بداية الانفراجات، لأن الانفراجات لسه الشهر اللي جاي. فأنا عايزة أقول في مجالات بتبتدي تتفتح دلوقتي، مجالات تجارية، عمليات للي بيشتغلوا في مجال السياسة برضو، الدنيا بتبتدي، الدراسة عندهم في نجاح دراسي. أنا بس بوصيهم ان اي عقد هيمضوا فيه امضوا عقود الشهر ده، اي عقد، عقد بيت، عقد زواج، عقد شغل جديد، يدققوا قوي في بنود العقد، لان تراجع عطارد ممكن يخلي نوع من انواع النصب او الاحتيال او الخداع في بنود عقود معينه، فيخلي باله في، هيحصل على معلومات حلوه جدا كان مستني بيدور عليها بقاله فتره، هيحصل عليها الشهر ده، بصيرته هتبقى، يعني هياخد قرار بناء على معلومات هتجيله الشهر ده، هتساعده جدا، وعنده تخفيف للمتاعب عن قبل كده وترطيب للاجواء. يا رب ان شاء الله. السرطان، السرطان انا عايزه بس اقول حاجه، السرطان عنده حاجات حلوه، يعني شهر فيه الازدواجيه، انا حاسه كده في حاجه، في ازدواجيه، يعني طريقه تقديمك للسرطان مش مطمنه، مزدوجه. ليه بقى؟ عنده كواكب بتدعمه، اون ذا اذر سايد عنده كواكب بتقول له يحذر، لان الجدي بالنسبه للسرطان البيت اللي في وشه، اللي هو بيته السابع، اللي هو بيت الشراكات، فيعمل ايه؟ يقف لا، عنده مجهود مضاعف على عاتقه،
باذل مجهود كانه بقى اولا عنده تغيير بيت، تغيير عتبه، تغيير منزل، تغيير عمل، في تغيير نقله، في نقله معينه عنده من حته لحته هتتطلب منه مجهود. فهو حتى في شغله، في مهنته، في علاقته باولاده، في بيته، هو حاسس انه الشهر ده بيبذل 3 اضعاف اي شهر عدى. يعني لو فلنفترض المولود سرطان بيشتغل ربع ساعه في اليوم، هيلاقيهم نص، هيلاقيهم ساعه الا ربع. طب واللي بيشتغل 24 ساعه في اليوم يبقوا 48. طب ازاي؟ فهو مضاعفه الجهود ده بتخليني لازم اقول لك يا سرطان، خلي بالك من صحتك، وظف طاقتك، يوظف طاقته على قد يعني انا عندي 6 شغلانات اقول انا هقدر اعمل كذا كذا. لازم يعمل جدول، لازم. لو سرطان ما عملش جدول هيطب في طبق. ربنا يكتب لنا السلامة. فلازم أهم حاجة التحذيرات للسرطان، خلي بالك، اعمل جدول، خلي حد يساعدك، مش لازم تعمل كل حاجة لوحدك. طيب ايه البشارات بقى؟ مساعدة. أنا شايفة إن اللي مش متزوجين، البيت السابع ده بيت الزواج أو الارتباط، ممكن خطوبة، ممكن زواج، ممكن ارتباط، ممكن فرحة بأولاده. بس ممكن في حد السرطان يكتشفه الشهر ده يرفض الالتزام تجاهه أو يخلف وعد معاه، حد كان وعد السرطان بحاجة ممكن يجيب وراه. فانا برضو دي حاجه من اللي بوجهها للسرطان، ما تتصدمش قوي، توقع ان حد توقع صدمه، توقع صدمه. نعدي بس اخر اسبوع في يناير، يعني من يوم 20 يناير اخر 10 ايام لما الشمس تنتقل من الجدي للدلو، السرطان هيجي له فلوس كتير قوي. فلوس، وانا بحدد فلوس، لان الثامن بالنسبه لك يا سرطان. انا منتظر، انا في الانتظار. عايزه اقول لك بقى ايه بقى بنود الفلوس. ترقيه، فلوس تترقي فتاخدي فلوس علاوه، فلوس جايه من عمليات بيع وشراء، فلوس جايه من قرض مثلا كنت مقدمه عليه، ففي فلوس جايه من جوانب كتير غير الجانب الاساسي اللي انت متعوده تقبضي منه. فانا شايفه مصادر ماليه او مصادر من جهات اجنبيه. شوف النبوءه دي هتعمل فينا ايه. فبس ده امتى؟ بعد 20 يناير. من بعد 20 الشمس بس تخرج من الجدي وتدخل للدلو، هتحسي بفرق جامد جدا. فانا شايفه انتظار شويه لكن في بشارات زواج وارتباط حلوه لمولود السرطان. الاسد بقى، انا شايفه يا اسد ان ده شهر في تطور وتحسن في شغلك. ده البيت السادس الجدي بالنسبه للاسد هو المنزل السادس، فمعنى كده ان في شغل كتير، في حركه كتير، وفي حاله تطور لشغلك، تحسن. فانت كرس كل مجهودك لتطور، هتعلى في شغلك. بس وانت بتعلى في شغلك بحذرك من كام حاجه، في خلافات ممكن تكون متوقعه مع زملاء المهنه، خلي بالك منها. وصحتك، يبقى السرطان بنحذر على صحته والأسد. والاسد كمان. طيب العذراء، انا العذراء بقى حلو، العذراء الابراج الترابيه كلها حلو، احنا قلنا الجدي حلو، التور حلو، ثالث ترابي فيهم، الا ان العذراء تراجع وطارد ما اثر عليه بشكل دايركت، ده هنقوله برده في الاخر. الا ان انا شايفه ان في دايره علاقاته حلوه قوي، لان البيت الخامس بالنسبه لك يا عذراء علاقاتك، في تلطيف للاجواء، انسجام، الناس اللي اختلفت معاهم هيبادروا تجاهك ويصالحوك ويعرفوا قيمتك. في برده فرصه خطوبه او ارتباط او تصريح بحب، ممكن العذراء هو اللي يبادر ويقوم بيه لو رجل طبعا. لو الست ممكن تلمح او حاجه، يعني الخطوه هتبقى من العذراء للاخر، انك بتحاولي او انت بتحاول تقرب لعلاقه معينه، بتلفت نظر حد معين. علاقتك بأولادك رائعة، لأن ده بيت الأولاد. ممكن العذراء يفرح بإنجاب أو حد أو بشارة حمل أو إنجاب مع في قرارات شجاعة جدا العذراء هياخدها. وفي حاجة في شغل العذراء الفترة دي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هم بيسمعونا في الحلقة، في تغييرة حاجة في شغل، وإن ممكن تكون حاجة مؤقتة بس في تغييرة، يعني نقلة من شغل إضافي اللي بيدر عليك ربح إضافي مش شغلك الأساسي، ودي هتفرق معاك وهتنقلك لحتة حلوة قوي يا عذراء. طب الميزان، الميزان شهر دقيق يا ميزان. ليه بقى دقيق؟ في أحداث في بيت الميزان ممكن تربكه شوية في بيت وهو يعني لأن الشمس في بيته الرابع، الجدي بالنسبة له هو بيته الرابع للميزان. فخلي بالك من الأحداث اللي بتدور، بلاش تتعامل مع بيتك يا ميزان بعصبية وتوتر، مش أي حد، بلاش نركز في التوافه، بلاش على أدق التفاصيل نسير مشكلة. البيت برضو بيشمل أعطال في البيت، التكييف عطل، المكنسة عطلت، المايكرويف عطل، ممكن تقابل يعني علاقات وأشياء ممكن يقرر يتنقل من بيت لبيت، يغير عتبة يعني، أو نقلة من عمل لعمل، أو يقرر يسافر، ففي انتقالة. بس أنا شايفة أن مودك مش هيبقى أحسن حاجة، بتتعامل بعصبية شوية ميزان، إهدى، بلاش النظرة التشنجية أو التشاؤمية للأمور، وبلاش تقف للناس على الواحد. فهو بس استنى زيه زي السرطان، استنى يوم 20. من يوم 20 180 درجة انفراجة كده زي السرطان والجوزاء كمان. هقولك ليه، لأن الشمس هتتنقل للدلو، والدلو ده هوائي زيه زي الميزان.
الميزان، فمجرد ما الشمس تدخل اداله هيشم نفسه شم بقى الميزان هيكسر طيب. الدنيا اوكي هياخد نفسه وعلاقات حلوه وفلوس يعني بس هو انت مطلوب منك اهدى كده وما تتخانقش مع حد على كل حاجه يعني السرطان والجوزاء والميزان ما يعملوش اي مشاكل ولا ينتظروا اي حاجه لحد 20 يناير. الكواكب مربكه شويه للميزان. اوكي العقرب الشمس داخله له في بيته الثالث الله دايره معارفه رائعه في توسع لدايره معارفه فجاه كده هيلاقي ناس من زمان ما كلمتوش بترفع السماعه عليه الناس بتشكر فيه وبتمدح فيه وبتطري فيه وفي محاسنه وفي جماله فدايره علاقاته بتفتح له فلوس وبتفتح له فرص عمل فالمعارف ثم المعارف ثم العلاقات دايرة رهيبة يا عقرب كأنك فجأة كده ماسورة مية وانفجرت علاقات يعني العقرب شهر يناير علاقات مفيدة وغنية علاقات مفيدة وغنية بالنسبة له جدا سرية جدا فتح له أبواب وفلوس هتوفر له طاقة وفلوس ومادة وتفتيح أبواب فأنا شايفة أن كلمة السر بالنسبة للعقرب الشهر ده علاقاتك ركز قوي في علاقاتك وشوف العلاقات وحتى لو علاقات كانت اتوترت الفترات الأخيرة هيبقى في انسجام ولم شمل وصلح من أول وجديد رائعة أنا شايفة يعني عنده جاذبية وانتشار كبير هو طول الوقت عنده جاذبية بس بتزيد يعني الشهر ده يعني شهر يناير ده شهر زيادة للعقرب في كل الحاجات وهيبقى جاذب للأنظار جدا يستفيد جدا جدا من الشهر يعني ده العقرب نجومية متكاملة يعني نجومية كده نقول لكل برج العقرب أنا شايفة أنه منور يعني قوي الشهر ده شهر التعويضات شهر يناير للعقرب القوس شهر يناير للقوس القوس بقى الشمس دخلت لبيته الثاني بيت المال بالنسبة له ففي تغييرات مالية جذرية ليك يا قوس فانت عندك هتشتغل شغلانه هتجيب لك فلوس ترقيه علاوه الالتزامات والضغوط الماليه اللي كانت عليك هتتحرر بشكل كبير يعني اوضاعك الماليه يا قوس هتنفرج وتبقى حلوه انفراجه ماليه لبرج القوس زياده في رواتبهم مثلا المرتب يزيد وكمان في حركه سفر هتنتعش جدا وفي نجاح دراسي للطلبه سفر ونجاح دراسي وفلوس بس انا بحذره من حاجه يخلي باله من المغامرات العاطفيه هتزيد شويه الشهر ده فيخلي باله الرجاله من ما يدخلوش في اي علاقه غير مدروسه يعني يوقفوا العلاقات العاطفية والست لو هي يعني مفيش زواج لو اي حد اتقدم لك ادرسي العلاقة بلاش تدخليها عنياني كده العلاقة للستات تدرس العلاقة بشكل جيد وتتروى كده طبعا احنا طيب قلنا الدلو احنا قلنا بقى خلاص الجدي ان كل العلاقات لمصلحته يوظفها لمصلحته وشهر رائع يا دلو كسر طيب. الدنيا فيه اروع الشهور للجدي يناير طيب الدلو الشهر ده برضو في بعض الاوضاع الدقيقة يخلي باله زي ما قلت طبعا للميزان وزي ما قلت للسرطان في بعض الاوضاع الدقيقه عندك كده شهر بيتارجح ما بين السلبي والايجابي عارفه اللي هو ايه الم شويه كده وشويه شويه ابس اند داونز فانا شايفه ان انت هتتحط في حته هتلاقي نفسك عليك ضغوط ومسؤوليات لازم تثبت فيها جدار تو بي اور نوت تو بي اكون او لا اكون فطبعا شهر اكون او لا اكون فمتوتر للدلو فطبعا الضغوط عليك مره واحده انت فجاه لقيت نفسك ان انا داخل في مكان او دراسه او شهاده يعني ممكن اللي بيذاكروا شهاده دكتوراه شهاده ماجستير اي دراسه اكاديميه فالدلو محطوط في حته لازم يثبت فيها جدارته ونفسه والا هيبعد عن الحته ممكن يمشوه من مكان وصحته يبقى احنا في كام برج صحتك قوي السرطان لو اي عرض صحي طلع للدلو لازم يدور وراه ما يهملش اي لا عرض تهمل صحتك الحوت الحوت بقى حلوه قوي الحوت داليا جوده وزهره عرقوب وعبير صبري وناس كتير قوي من الحبايب الغاليين حط كل اللي قلتيهم دول يا سهير بقى شهرهم حلو قوي شهر المساعده الانفراجات هتيجي عن طريق طرف اخر مش امكانياتهم مش مهاراتهم لا في طرف اخ اخت زميل في حد هيدفعهم دفع ويفتح لهم الابواب ممكن تكون المساعده دي على هيئه فلوس حد يساعدهم بفلوس او ممكن مساعده على هيئه مشوره نصيحه انا بيساعدك بنصيحه كلها مساعدات رائعه حقيقة. مساعدات طبطبه ده لو حد طبطب عليكي هيطلعك من مود بقت مساعده فالمساعدات جايه لك بمختلف انواعها ومساعده والشغل الجماعي الشغل مش الفردي الشغل الجماعي هيجنوا من وراه نجاحات وارباح يعني يناير برضو شهر الحوت حلو افكار وحلو بس برضو في مشاعر سريه بيتكتمها الحوت هيضطر يصرح بيها الشهر ده وفي حد يقول حاجة عنك يفشي حاجة انت كنت عايزها في طايل الكتمان الحاجة دي مش بالضرورة وحش يعني مش علاقة سرية لا ممكن تكون مثلا حاجة انت بتعمل على قضاء حوائجك بالكتمان عشان تتم فتلاقي فجأة الناس عرفتها فخلي بالك زود التكتم قوي لان معاك تركيز معاك عيون ناس معاك ناس بصالك قوي وانت نجمك خفيف يا حوت اصلا لا والحوت ده ما فيش زي الحوت
ممكن نأجل التراجع عطارد للأسبوع اللي جاي ونقول مين ملوك الحظ الأسبوع الجاي؟ طيب ملوك الحظ مع أن تراجع عطارد ده مهم جدا، مش هو لسه متراجع؟ لغاية 18/1. طيب طب نحذر الناس يا جماعة، في تراجع لكوكب عطارد والمريخ اصلا متراجع ل 13/1، فكوكبين متراجعين. خلينا اقول لكم مش معنى يعني كوكبين متراجعين يعني 13 يوم الاولانيين دول نخلي بالنا بصفه، بلاش عمليات بيع وشراء حاجات كتيره زي اصول ثابته، بلاش عربيه، بلاش نقرر نشتري سيارات دلوقتي، بلاش ندخل عمليه جراحيه. اللي عنده عمليه جراحيه ياجلها ل 13 يناير، ياريت تراجع عطارد، بلاش عمليات جراحيه، بلاش افتتاح بدايه مشروع خالص مع تراجع عطارد. هتلاقوا ان في اعطال كتيره في النتورك، الشبكات المحمول يعني بتقع كتير. فكره الصحه دي لازم بامر الطبيب، يعني ما ينفعش حد يبقى عنده حاجه عاجله وضروريه. لو في احتماليه تاجيل ياجل، لو في احتمالية تأجيل عشان نضمن نجاح العملية إن شاء الله حالا يعني. وبلاش عقود جديدة، حتى لو عقود زواج وطلاق، لو حد واقف على عقد طلاق لا أجلوا، وزواج كمان أجلوا الفرح شوية. فأنا شايفة مع تراجع عطارد البورصة كمان بتتراجع، تابعوا البورصة كده، فبلاش مضاربات في البورصة كتير معروفة. طيب. تراجع البورصة مع تراجع عطارد، خلينا نتكلم على تراجع عطارد بشكل كبير الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي سنقول بسرعة ملوك الأسبوع. ملوك الأسبوع أول واحد الجوزاء. الجوزاء حلو قوي الاسبوع الحمد ده لله اخيرا، في ايام كتيره حلوه في الاسبوع ده. مولود الثور اسبوعه رائع، احنا قلنا مولود الثور كمان الثور يا ساره هو رائع، مروه ناجي حبيبتي برده مولود الثور، فمروه اسبوعها حلو ان شاء الله. الحمل مروه ناجي كل سنه وانت طيبه يا مروه، هي لسه قايله راح اتفرج عليكم، فالنهارده مروه اسبوعك حلو قوي يا مروه. الحمل اسبوعه حلو جدا. الميزان والجدي، نقول يبقى ميزان جدي حمل ثور جوزاء، مظبوط الجوزاء والثور والحمل والميزان والجدي، اللي يخلوا بالهم شويه الاسبوع ده عن المعتاد العذراء والعقرب. العذراء والعقرب خلوا بالكم بس الاسبوع دلوقتي مجهد شويه، عندهم اجهاد شغل كمان قوي في العذراء والعقرب. ختامه دايما حلو، ختام حلقتنا النهارده وختام اسبوعنا النهارده، وايامكم حلوه وكل سنه وانتم يعني في احلى حاجه في الدنيا، لا فقد ولا حزن ولا فشل ولا مرض يا رب لكل مشاهدينا ولكل الناس. مشاهدي الستات بنحبكم، واسبوع جديد ونشوفكم السبت اللي جاي ان شاء الله على الف خير. شكرا الى القناة.